تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعين نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتمنى أن تكون إن شاء الله مليئة بالمعلومة الصحية اللي بتفيدنا إن شاء الله وبتساعدنا في الوصول إلى نمط الحياة الصحي والسعيد واللي يقينا إن شاء الله من الأمراض. الله يعافينا ويعافيكم شر هذه الأمراض، وأيضا يشافي كل مريض وكل شخص موجود في المستشفى ولا موجود في عيادة يتعالج من مرض أو من شيء. ندعو إن شاء الله يعني الصحة والسعادة. عموما مستمعين أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وموجودين معاكم لايف على حساب نور دبي راديو في الانستغرام. اليوم بحاول قدر الإمكان أني أنا أفتح المجال لكم مستمعين الاستقبال يعني مداخلاتكم، اللي عنده أي اقتراح، اللي عنده حتى كذلك ملاحظات، يبغي نطور البرنامج بشكل أو بآخر، يبغينا نتكلم على مواضيع معينة في باله، يبغينا نركز ونسلط الضوء على بعض الأمراض، بعض الخدمات اللي تقدم في هيئة الصحة، يخبرنا، يتواصل معنا على 4006، أو حتى يقدر يتصل مباشرة عبر الرقم اللي ذكرناه اللي هو 600-55-1414. قبل أن نبتدي معاكم بعد كذلك الحين نذكركم أن مؤتمر دبي للتنظيم الصحي، هذا المؤتمر اللي سوف يعقد إن شاء الله أكتوبر المقبل، وتستضيف هيئة الصحة بدبي ضمن أعمال مؤتمر دبي للتنظيم الصحي 2018، مؤتمر كذلك آخر بالتزامن مع هذا المؤتمر اللي هو المؤتمر الرابطة الدولية للتنظيمات الصحية. طبعا هذه يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، يعني ممكن تكون دبي هي دائما ما تستقطب مثل هذه الأحداث. فهذا المؤتمر يعقد لأول مرة خارج حدود أمريكا الشمالية ودول أوروبا، يعني أول ما طلع يا على دبي اللهم لك الحمد. بيحضرون فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين يمثلون منشآت وهيئات صحية محلية وإقليمية وعالمية، وأكثر من 700 مشارك من مختلف دول العالم. بيطرحون فيها مجموعة من المحاور، فاللي حاب أن يشارك في هذا المؤتمر المجال مفتوح قدامكم للمختصين، الكوادر الصحية المهنية اللي يعمل في المجال الصحي. فالشعار كان يعني تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية. بيعقد المؤتمر من 6 إلى 9 أكتوبر 2018 في مركز دبي التجاري العالمي في 52 جلسة
66 متحدث، محاضرات رئيسية، بتكون 5 محاضرات رئيسية وورش عمل، و117 ورقة علمية. فحياكم الله معانا مرة ثانية. دراستنا اليوم عندنا دراسة تقول الاسبرين يهدد حياة كبار السن الأصحاء. طيب خلونا نقرأ الدراسة. أظهرت دراسة حديثة أن جرعات الإسبرين اليومية لا تساعد كبار السن على العيش حياة صحية خالية من الخرف، بل قد يكون لها تأثير معاكس. وتتبعت الدراسة الآلاف من كبار السن الأصحاء الذين لم يعانوا من قبل من سكتة دماغية أو نوبة قلبية، والذين تناولوا جرعة يومية منخفضة من الإسبرين. وجدت الدراسة أن الذين تناولوا الإسبرين كانوا معرضين بشكل ملحوظ لخطر النزيف، خاصة في الجهاز الهضمي والدماغ. وشملت الدراسة 19114 شخص من كبار السن، بينهم مشاركين من سن 70 وما فوق، تم متابعتهم لمدة 4 سنوات تقريبا، ولم يكونوا يعانون من الخرف أو الإعاقة الجسدية وغيرها من الظروف الصحية. الدكتور ريتشارد هودز مدير المعهد الوطني للشيخوخة في الولايات المتحدة قال: المبادئ التوجيهية السريرية تشير إلى فوائد الإسبرين لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى أولئك الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي، لكن هناك قلق من عدم اليقين بشأن ما إذا كان الإسبرين مفيد لكبار السن الأصحاء الذين لا يعانون من هذه الأمراض. هذه مختصر الدراسة. الآن هل نأخذ الإسبرين بالنسبة لكبار السن أم لا؟ هذه بعدها محل الدراسة عند الناس، عند العلماء. نترياهم يعطونا إن شاء الله الدراسات السليمة، وما ندري يمكن مستقبلا يعني اللي يطلع على الدراسات الطبية بيكتشف أن في وايد أشياء في المستقبل هي يعني ثورة علمية قادمة في مجال الطب، ويبتدونها أصلا من العمليات الوقائية. عندنا عبد الوهاب، قلتي لي عبد الوهاب، صبحك الله بالخير. هلا حبيبي محمود. هلا هلا عبد الوهاب، شحالك؟ الله يسلمك، طمنا عنك. طول عمرك الله يحفظك يا سيدي. الله يعطيك الصحة والعافية، تحياتنا لك وطاقم العمل والمستمعين، ونتمنى لهم إن شاء الله يوم سعيد ومبارك وموفق إن شاء الله إن شاء الله تعالى. طمني عنك، شو أمورك أنت؟ كل شيء تمام. زمان ما كلمتنا. الحمد لله. تفضل يا عبد الوهاب. من فضل الله وتوفيق، الحمد لله. تفضل يا سيدي. أخ محمود حبيبي، يعني أنا بس بتكلم عن ظاهرة يعني انتشار تغير لون البشرة بين الشباب، خاصة منطقة الوجه يعني الويه. نعم. يعني نعم. ويعني أنا من وجهة نظري يعني أولا يقولون يمكن النظافة في محل الحلاقة، بعدين أنا من وجهة نظري أقول يعني كثرة استخدام الأصباغ مواد كيماوية. أنا من وجهة نظري يعني يمكن يعني ما يعني أحد الأسباب، يعني ما بقول يمكن هناك أسباب كثيرة الأطباء أدرى فيها، أنا أقول كثرة استخدام المواد الكيماوية على منطقة الوجه في الأسبوع مرة، بعض منهم مرة، وفي الأسبوع بعض منهم مرتين، ويعني وهاي أنا من وجهة نظري أقول لها أحد الأسباب اللي تسويها البهاق أو بدري التسميات الأخرى اللي يسمونه تغير هذا. يعني قبل ما كان منتشر هذا، بالرغم أنه قلة الوعي الصحي قبل، يعني الحين ما شاء الله الوعي الصحي في متناول الجميع، ممكن يدخل أي موقع ويشوف شو يأثر وشو كذا، فتتألم يشوف شباب يعني ويهم مشوه بتغير الألوان اللي حاصل عندهم. يعني فنتمنى أنه يعني ينتشر الوعي عند الشباب، ويعني ويقللون من استخدام هالكيماويات، خاصة منطقة الوجه منطقة حساسة يعني بعد مثل ما تعرف انت، يعني الشعر الابيض يوم يطلع واحد ما يبغي يكون تي الحين الابيض عيرتني بالشيء. اي والله صدقك محمود. اي نعم نعم نعم. زين، جزاك الله خير يا عبد الوهاب على هذه المداخله. شكرا شكرا يا سيدي. طيب نحن بنحاول نخصص بعد حلقه قادمه عن الامراض الجلديه، وما نتكلم عن الامراض الجلديه عند الرجال بالتحديد. ناخذ عبد الرحمن. السلام عليكم استاذ محمود. يا هلا يا هلا عبد الرحمن، صبحك الله بالخير وفريق العمل. السرور يا سيدي، تفضل. انا حقيقه اليوم الله يحفظك بس اشاده ب
بقسم المواعيد في سواء في مستشفى راشد أو القسم العام، يعني تتصل على الرقم العام ويحولك ويذلل لك الصعوبات، يعني أصبحت على ثقة بالله عظيمة ثم بالهيئة لدرجة أن إذا اتصلت لن أرجع إلا وقد حصل لي ما أحب حقيقة. تفضل. عندهم مرونة في موضوع المواعيد، تقديمها تأخيرها بالمتاح، الدمج بين موعدين، يعني الأهل مثلا والأهل في زيارة في نفس المجال، حقيقة مرونة رائعة جدا، نشكرهم عليها. شكرا جزيلا. شاكر لك عبد الرحمن، لأن هذه أول رسالة تيني. أول رسالة على المواعيد للأمانة أتيني، لأن أنا في أكثر من اجتماع وفي أكثر من مرة دخلنا معاهم في أمور كثيرة، فتم عرضي يعني الخطة القادمة المستقبلية. الخطة القادمة يعني بتحل الكثير من المشاكل اللي نحن نستقبلها من الجمهور، وبالعكس نحن دائما نقول جزاك الله خير. أنا هذه الرسالة يا ليت تحولينها على الإخوان، ميرا حوليها على الإخوان ضمن السيستم، وحطي رقم عبد الرحمن بعد كذلك على أساس أنه تسجل عندهم كرسالة شكر. شكرا لك يا عبد الرحمن. أنا هني قبل أطلع فاصل ناصر، بس أبغى أتكلم عن هذا الموضوع على السريع، موضوع المواعيد. للأمانة يا جماعة الخير، كل الملاحظات اللي تينا من كل وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال برنامجنا، من خلال كل وسائل الإعلام، وحتى اللي تينا بشكل مباشر نحن ناخذ فيها بشكل كبير ونسجلها ضمن النظام عندنا على أساس أنه يتم أخذ يعني إجراء تجاهها. وللأمانة قعدنا مع المعنيين في الهيئة وتكلمنا في هذا الموضوع، شفنا أن هنالك الكثير من الحلول القادمة مستقبلا، يعني في المستقبل القريب حقيقة بتساهم بشكل كبير في يعني تسهيل وأيضا تنظيم هذه العملية. لكن مع ذلك أقولكم المسألة محتاجة تعاون من كل الجهات، محتاجة تعاون من الهيئة، من العاملين في الهيئة، من الموظفين اللي في الهيئة، والتعاون الأكبر مستمعين منكم أنتو. ليش؟ لأن الواحد إذا خذ موعد حق علاج أي مرض، زين هذا الموعد شافك الدكتور عطاك موعد ثاني وثالث ورابع وخامس، سوالك جدول كامل للمواعيد، عملية أنك أنت ما بتحضر ولا كذا، تعامل مع المسألة بجدية. بعض الناس يقولك والله أنا عطني موعد بعد شهر، إنزين يوم أركض وراء الموضوع، عندك وقت ولا أطلع فاصل أحسن؟ إنزين بخبركم هاي القصة بعد الفاصل. طيب عشان بس ما عطل ناصر بخبركم هاي القصة، لأن عندي ريال بعد كلمني على موضوع وقال لي عاطيني شهر ونص، قال لي على الموعد، شو سالفته هذا؟ بخبركم. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. مستمعينا أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وأيضا موجودين لايف على إنستغرام نور دبي. في إخوان اتصلوا فينا، سامحونا عادة يمكن أحيانا ما نلحق نتصل فيكم، أو يمكن نسجل الرقم لمعاودة اتصال يطلع رقم غلط ولا شيء، إذا ما اتصلنا فيك يعني رد ذكرنا بالرقم مالك أو اتصل في ميرا بتاخذ الرقم مرة ثانية وبتأكد. 4006 يا جماعة الخير، البث المباشر وقف الساعة 10، خلاص ما نستقبل مسجات البث المباشر، نبتدي برنامجكم برنامج صحة وسعادة. قبل الفاصل كنت أتكلم عن قصة هذا الرجال، كلمني قال لي يعني معقولة بعد يعطيني موعد بعد شهر ونص، على أساس أن شو اسمه يشوفني وكذا، وكيف أنتوا تدبرون سعادة الناس؟ قلت له والله ما يصير، يعني شهر ونص
وايد، خلني أشوف الموضوع مع الدكتور وكذا وهذا وبرد عليك. يوم راجعت الموضوع، الريال عنده كسر في 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 عظمة، والدكتور يقول لي أنا ما أقدر يعني بشوفه قبل هذا، ما بيفيدني إني أنا أشوفه، أنا لازم العظم يلتئم، لازم كذا، هذا جدول العلاج، مو بقضية إني أنا مأخرة على أساس إن أنا ما أبغى أشوفه ولا شيء. المهم يمين يسار كلمت الدكتور، قلت له على الأقل على الأقل حاول تشوفه يعني دكتور إذا في مجال، يعني نقص المدة، في نص المدة شوفه بس على أساس أن المريض يرتاح نفسيا. قال إن شاء الله بس أنا يعني عندي جدول مواعيد وعندي كذا. قلت الدكتور عشان خاطرنا إذا يعني 10 دقائق بعد دوامك، وهذا اللي يصير ترى، نحن يوم نحاول قدر الإمكان نخلي أحد الدكاترة يشوف حد من المرضى، هذا يكون يعني وقت إضافي على الدكتور، وهم جزاهم الله خير يعني معظمهم ما يقصرون. يعني ما تصادف دكتور حاولت اني انا معاه اني اشوف مريض ولا نعالج يعني فترة طويلة المواعيد مع طبيب الا يعني استقبله بصدر رحب، وجزاهم الله خير يعني معظمهم، انا ما مرت علي ولا حالة ان حد منهم رفض. ولكن ان شاء الله في المستقبل القريب كل شيء بيكون ذكي على التطبيق عندك، ونحن نحاول باكر بعد نستضيف حد يكلمنا عن الخدمات الذكية مالت الهيئة، ممكن تستفيدوا منها بشكل كبير يا جماعة الخير. اللي 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 عنده أي تعامل ممكن من خلال، خلوها لي باكر ما نتكلم، لأن أنا ما أبغي أطول على دكتورة حمدة المسمار استشاري ومدير إدارة خدمات الأسنان في هيئة الصحة بدبي معانا عبر الهاتف. صبحك الله بالخير دكتورة. صباح النور والسرور اخوي محمود. سامحيني انا كنت اتكلم على موضوع المواعيد، وانتم في الاسنان ما شاء الله عليكم يعني حليتوا هذا الموضوع بشكل كبير، انكم انتم خليتوا الناس يدخلون على طول من غير مواعيد الا في حالات الجراحه، هذا على حد علمي. وكنا نوضح يعني كذلك مساله ان المواعيد أهميتها كذا، وفي الكثير من الحلول اللي جاية في المستقبل القريب. طيب دكتورة، البارحة أطلقت هيئة الصحة برنامج لرعاية الفم والأسنان، سميتوه شو؟ دنتورال. شو هالأسامي هاي بعد دكتورة، خطيرة هاي الأسامي. أوكي، معنى كلمة دنتورال هي من جزئين، دنت يعني فم من أسنان، وأورال معناته التجويف الفموي. يعني الاسم مركب، دنتورال يعني التجويف الفموي بما فيه الأسنان. جميل، هذا البرنامج واحد من البرامج المهمة جدا الصحية الوقائية اللي تتبناها الهيئة لتنفيذها إن شاء الله وفق جدول زمني معين لحماية المجتمع من الأمراض السارية وغير السارية. طيب الحين دكتورة خبريني شو هذا البرنامج؟ أنتوا تتكلمون على أساس أن في حماية للمجتمع من أمراض سارية وغير سارية، وتتكلمون أن هذا البرنامج قوي ومهم جدا، أبغي أعرف أهمية البرنامج وأهدافه. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج رعاية الفم والأسنان اللي هو دنتورال يعتبر أحد البرامج الاستراتيجية في استراتيجية هذه الصحة 2021. وهذه الاستراتيجية تم تصميمها لتتماشى مع خطة دبي ورؤية الإمارات 2021، تطلعا منا بأن تكون هيئة الصحة رائدة محليا ودوليا في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وبمستويات ومعايير عالمية. يشار لها بالبنان طبعا. أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال اللي هي أهداف البرنامج، فالهدف من هذا البرنامج هو تحقيق رؤية استراتيجية هيئة الصحة، وهو نحو مجتمع أكثر صحة وأكثر سعادة. أنت مثل ما تعرف أخوي محمود أن يعني الواحد عشان يحصل على ابتسامة سعيدة، فالواحد يحتاج إلى أن أسنانه تكون صحية جميلة مشتقة نظيفة خالية من الأمراض. الهدف الثاني لهذا البرنامج هو تحسين النتائج الصحية للفم والأسنان وضمان حصول جميع أفراد المجتمع على مستوى عالي من العناية، وتوفير كذلك البرامج الوقائية لرعاية الأسنان.
جميل. طيب دكتورة، الفئات اللي تبون تستهدفونها من البرنامج؟ احنا نبغى نستهدف كل فئات المجتمع، كبار وصغار. اعد لك البعض منهم، مثلا عندنا لي اطفال مدارس، طلبه الجامعات، موظفين المؤسسات الحكوميه والمحليه، ذوي الاحتياجات الخاصه، اصحاب الهمم، كبار السن، الامهات الحوامل. فنبغى نشمل الكل، بحيث ان الكل يعرف ان احنا نقدم خدمات عاليه الجوده، وفي النهاية إن إحنا نتطلع إلى إن إحنا نوصل إلى نتائج إيجابية تسعد الجميع إن شاء الله. طيب في المبادرات اللي بتتضمنها هذا عندي ريال بقول لك لحظة، لا أنا ليش ضحكت لأني قريت مسج هنا مشكلة ما أقدر أقرأ على الهواء بعد. هو يقول عاد أمس شفت مقطع دعاية حق تكلم عن جنسية آسيوية تبيض الأسنان، يقول ما أنصحكم تشوفونه. زين أتذكر هذا المقطع. عموما دكتورة، المبادرات اللي بيتضمنها هذا البرنامج والنتائج المتوقعة لهذا البرنامج. أوكي، هذا البرنامج يتضمن 4 مبادرات. المبادرة الأولى هي تطوير البرامج التوعوية. نعم. فهذا بيكون يعني يكون عندنا برنامج شامل، بنستحدث إن شاء الله برنامج شامل تثقيفي يشمل أطفال المدارس، الأمهات، بكيفية العناية بأسنان الأطفال من خلال تنظيف الأسنان بطريقة سليمة. أيضا بيتم عمل ورش تدريبية للعاملين في المدارس اللي هم المدرسين، يعني الكادر التدريس، الكادر التمريض اللي موجود في المدرسة، عشان هم يكونون متابعين لالتزام الأطفال بالعادات الصحيحة والسليمة في العناية بالفم بالأسنان. كذلك تركيز على أهمية زيارة طبيب الأسنان يعني بصورة دورية. نعم. نعم بصورة دورية. أيضا بيعمل الكادر الطبي على يعني عن كثرة التعامل مع الأفراد المصابين والمعرضين للإصابة بأمراض مثل السكري والأمراض المزمنة الأخرى، حتى يتم تعزيز الجانب الوقائي والتعليمي لهذه الفئة، لأن صحة الجسم من صحة الفم. هذه اللي نسميها دكتورة، لأن كان في سؤال يسأل يقول شو هي الأمراض السارية وغير السارية. هذه الأمراض الغير السارية اللي هي مثل السكري ذكرتي، مثل الأمراض اللي يعني عشان تتطور تأخذ فترة طويلة وببطء يعني تتطور، مثل النوبات القلبية، السكتة الدماغية. هي. لأن 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 دائما يكون في مثل الكونكشن ترى ما بين، لأن مثلا المريض لما يكون عنده أمراض فموية مثل اللي هي التهاب اللثة، التهاب اللثة هذه عبارة عن التهابات تحصل في اللثة وتأثر على الأنسجة الداعمة للفم. صحيح. وهاي مصدرها يكون اللي هي البكتيريا. فهاي البكتيريا تدخل إلى اللي هي المجرى الدم، عرف؟ صح. فهذا اللي هو لما يوصل فيه خوف إن لما توصل هاي الأشياء إلى القلب ممكن تسبب ترى أمراض. فإحنا ليش ما نمنع هذا الشيء من أساسه؟ كان بالنسبة للناس اللي هم أساساً أوريدي عندهم هاي الأمراض، نحاول على اللي هن يعني نحافظ على اللي هي صحتهم الفموية بحيث إن هذا المرض ما يزيد. وايد زين دكتورة. يعني ما تكون اللي هي يعني سايد إفكت وإنه هو يزيد عليهم الكومبليكيشن. ممتاز. هذا بالنسبة للبرنامج المبادرة الأولى. أما باسم المبادرة الثانية فهي تطوير برامج فحص الفم والأسنان حتى إحنا بنتمكن من معرفة والوقوف على مشاكل الفموية في وقت مبكر، والتمكن من تقديم العلاجات اللازمة لها، اللي يتم اللي هو المسح الفموي اللي إحنا أوريدي بديناه في المدارس، والحين نسويه بالنسبة لي كذلك الأعمار ما فوق 18 سنة. المبادرة الثالثة هي إطلاق بروتوكولات لطب الأسنان في دبي حتى نضمن جودة خدمات الأسنان الكلينيكية المقدمة على مستوى الإمارة. أما بالنسبة للمبادرة الرابعة وهي العمل على الحلول المبتكرة لتقديم خدمات أفضل بمجال صحة الفم والأسنان، وتعتبر يعني كجزء من استراتيجية حكومة دبي للوصول إلى مستويات مختلفة من العناية لصحة الفم والأسنان. كذلك يعني إحنا نحن نخطط الحين لتطوير هاي الخدمات الحالية
على أحدث خدمات العلاج والوقاية بمجال طب الأسنان. هذا بالنسبة للمبادرات اللي بيتضمنها هذا البرنامج. الجزء اللي أعتقد أنت قلت النتائج، تبغى تتكلم عن النتائج؟ إيه تفضلي دكتورة. النتائج المتوقعة للبرنامج إن شاء الله، يعني إحنا إيجابيين وإن شاء الله نتائجنا بتكون إيجابية ومشرفة بإذن الله، حتى نقلل من نسبة تسوس الأسنان ورفع الوعي الصحي في المجتمع. فيعني نحن من هذا المنبر نشجع انضمام كل فرد في المجتمع للمشاركة في هذا البرنامج لتحقيق هذا الهدف، حتى ينعموا يعني بصحة وسعادة وابتسامة مشرفة. طيب دكتورة، أنا الملاحظة الحين ما في ياهل أقدر أشوفه بس يضحك، يا ضرس مسوس، يا ضرس ما أدري نصه ماكول، يا يعني ولا فهمه مشوه. هذا اللحظة في الأطفال معظمهم حاليا يعني نادر ما نحصل. يعني في أشياء طبعا إحنا بنقدمها، هاي اللي هي الحملات التوعوية سواء في المدارس بالنسبة للأمهات للآباء، فعملية كذلك اللي هو لازم يكون في متابعة، ترى بعد في متابعة صح في البيت من الأهل وغيره، في متابعة في المدارس. نعم، فهو عمل مشترك، عمل مشترك صحيح. هني يقول أحمد، يقول شو يسمونه مصاصة اليهال تأثر على أسنان الأطفال الرضع بشهر 9، زين تسميها عادة الملهية، زين هذا اللي يقول عندي الأطفال رضع بشهر 9 لأن أشوف ولدي ضرسين الوحيدين، واحد رايح على ورا والثاني على قدام شوية قدام. هي لان هذه اللي هي اللي ياخذونها، هي الفاتيفاير اللي يستخدمونها، فهي تاثر، لان تدري يعني الاطفال هم بعدهم صغار وهاي الاسنان عندهم اللي هي لبنيه، فيوم انت تعطيهم هذا ويتم اللي هو مدمن عليه ويمصه يمصه طول الوقت، ولا صبعه يحط صبعه في ثمه، هي كيف؟ ولا يحط صبعه في ثمه دكتوره، هي ترى هذه اللي فالاسنان والتجويف هذا يتاثر فيه صح. بس ما دام هو بعد في السنوات الاولى، مجرد انه ما يتوقف هذا، فان شاء الله الامور ترجع اوكي ان شاء الله تعالى. دكتوره نحن بعد مهم جدا جدا انه لازم ما دام الطفل بدات عنده اسنان لازم يكون في مراجعه دوريه لطبيب الاسنان. جميل، اصلا يعني العنايه باسنان الاطفال هذا روحه موضوع كبير ومتشعب، فمن تكلم الحين واحد يقول التقويم لدى الاطفال من اي عمر؟ طيب انا ما ابغي دكتور بس بنجاوب على هذا السؤال ونسكر الموضوع، لان نبغيك قدام ان شاء الله بتكوني معنا في حلقه مفصله بنتكلم عن كل هذه المواضيع. تقويم لدى الاطفال اي عمر دكتوره تنصحين دائما؟ 11 تقويم لدى الاطفال كيف؟ في اي عمر الطفل ممكن نسوي له تقويم اسنان؟ التقويم بالنسبه للطفل يعني كتقويم دائم وشي لازم تكون اسنانه الدائمه طلعت، أي. على اساس انه يسوي له اللي هي اللي هو التقويم، لانك انت ما بتسوي تقويم الاسنان اللي بتكون اللي هي لبنيه صحيح. ف يا وفي اللي هي الاعمار اللي يكون فيها مشتركه، هاي اللي تكون عندهم مثلا اللي هم الاسنان غير يعني ما تنطبق من قدام وشي لاستخدام واستخدام هاي العادات اللي هي غير صحيحه اللي هي مص الاصبع او استخدام الباتيفاير. فعشان كذا احنا نقول يفضل ان يعني المراجعه الدوريه عند دكتور الاسنان، بحيث لما تكون في مشكله يتم معاينتها من البداية نعم. ووضع الحلول لها والخطط العلاجية. طيب شكرا لك دكتورة حمد المسمار، استشاري ومدير إدارة خدمات الأسنان في هيئة الصحة بدبي. وما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل إن شاء الله متواصل معاكم. شاكرين لكم دكتورة وبالتوفيق بإذن الله في هذا البرنامج المهم والضخم، واللي إن شاء الله بيصب في الحفاظ على صحة المجتمع. فاصل ورجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. نقول السلام عليكم، وبعد ممكن اتصال، لدي مشكلة تأمين صحي، حاولي تكلمينا ميرا شوفي شو يبغي. هني في سؤال كان يقول نبغي حلقة عن الجلدية والليزر، إن شاء الله نحن نتكلم بعد، بنحاول نجيب دكتور أنور الحمادي في برنامجنا، بنشوف كيف ممكن نحن نتواصل معاه ونرتب حلقة معاه إن شاء الله. عموما ما نذهب مستمعين، لأن دائما المعدة هي
بيت الداء. فنحن نتكلم عن النظم الغذائية الصحية الأهميتها بالنسبة للفرد وللمؤسسات الصحية. شو ممكن يترتب على مثل هذه النظم الغذائية؟ معانا عبر الهاتف أختنا الغالية الأستاذة عفرة بن كتة أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أختي عفرة. والسعادة على مستمعينا اليوم من هيئة صحة دبي. من هيئة صحة دبي مستمعينا وخارج هيئة صحة دبي. وخارج هيئة صحة دبي. زي عفرة نحن نتكلم اليوم عن أنظمة صحية يجب أن الواحد يتبعها. تعال افتح هذا الموضوع مع أي شخص. أوهو أذيتنا ترى أنت كل ما عندك غير شو اسمه الأنظمة الصحية وغير ما أدري كذا وغير وغير وغير. الناس مو مستوعبين أهمية أن الواحد يمشي على نظام غذائي صحي، والموضوع سهل جدا مو هو صعب. فنبغي نتكلم عن أهمية تعزيز النظم الغذائية الصحية وأهميتها بالنسبة للفرد والمؤسسات الصحية. تفضلي. هي كنا احنا دائما نقولها في جملة مختصرة، نقول الوقاية خير من العلاج. نعم. كانت جملة مختصرة، واللي أثبتها النتائج والدراسات اللي تقوم فيها المنظمات الصحية هي المختصة والمعنية بهذه الدراسات. نعم. دائما تكون دراساتهم ونتائج هذه الدراسات إيجابية لمخرجات هذه البرامج الوقائية والتوعوية. صحيح. يعني يوم يقوم تطبيق برنامج معين، نظم غذائية معينة لمشكلة غذائية معينة، مخرجاتها دائما تكون إيجابية لنا. جميل. مثلا تبين تقارير جديدة صادرة من منظمة الصحة العالمية في 2018 أن بلدان العالم يمكن أن تحقق مكاسب على خطتها في عام 2030 من خلال زيادة الاستثمار في برامج الوقائية للأمراض المزمنة اللي هي تسمى الأمراض غير السارية. يعني حط برنامج وقائي صحي تغذوي تحصل نتائج فوق المتوقع إيجابية. والتي تشكل هذه البرامج الأمراض السارية احنا عارفينها تشكل عبء وايد كبير على المنظمات الصحية، لأنها عبارة عن ميزانيات وفرق، كما أنها تفتك يقول لك بالإحصائيات اللي ظهرت أن هذه الأمراض السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض السكر، الجلطات الدماغية، هاي كلها حاليا على مستوى العالم يقول لك تفتك بأرواح 3 من كل 5 أشخاص على نطاق العالم. فالتصدي لهذه الأمراض يتيح فرصة لتحسين الصحة والاقتصاد. يعني أنا وفرت ميزانيات على الأدوية وما إلى ذلك عن طريق برامج الوقاية، عن طريق برامج تغذوية، عن طريق توعية صحية، فأنا أوفر في هاي الناحية. جميل. كما يقلل كما هذه البرامج يعني اللي هي الخاصة بتحسين الصحة تقلل من نسبة الوفيات المبكرة والتي ناتجة عن الأمراض السارية والأمراض المزمنة، مثل ما قالت لنا الإحصائيات بمقدار ثلث عدد المرضى بحلول 2030. طبعا هاي كلها إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية. صحيح. يعني احنا نقول اذا هذه الاشخاص اتبعوا او المنظمات اتبعت التدخلات اللي حطتها منظمة الصحة العالمية او استراتيجياتها، هي شو حطت مثلا استراتيجية تعزيز النظم الغذائية. يعني حط تدخلات غذائية خاصة بالمشاكل الصحية اللي عندك وفق المعايير اللي هي حاطتها. اي برامج تدخل توعوي خاصة بهالشيء. سياسات تعزيز النشاط البدني، مثل عندك البرامج اللي على مستوى دولة الإمارات اللي تشوفها بتعزيز وتشجيع الناس على ممارسة الرياضة، وكذلك منها سياسات الحد من الكحول والتبغ وتوفير الأدوية. هاي بعد كلها سياسات حطتها منظمات الصحة العالمية وإحنا نشوفها في الواقع تطبق. كيف؟ إن الحين إحنا عندنا ضرائب على السجائر 100%، عندنا ضرائب على المشروبات الطاقة المضرة بالصحة 100%، عند السكريات هي مشروبات السكري 50%. هاي كلها ضرائب تم تطبيقها في اكتوبر 2017 في دولة الامارات، مراقبة اللوائح وتسويق الوجبات السريعة، انشاء المقاصد الصحية، زيادة النشاط البدني والبرامج الخاصة فيها. احنا نشوف ان توجه دولتنا فهذه تطبيق هذه البرامج بشكل ناجح. عندنا اذا احنا شو نقول، اذا كان هناك عوامل وراثية محفزة لهذه الأمراض المزمنة مثل القلب، في عوامل خاصة وراثية أو عوامل أخرى مسببة لهذه الأمراض، تظل التغذية الصحية
هي الحل الأمثل لتأخير ظهور هذه الأمراض أو تجنب المضاعفات. كيف؟ يعني هني هم قالوا لك مثلا في استراتيجية 2015 كذلك للمنظمة قالوا لك هناك عندنا عوامل خطر. إحنا من خلال عوامل الخطر الموجودة والمنتشرة وإحصائياتها مثبتة لدى العالم، إحنا نروح نحط نعمل تفصيل للنوع التدخل الخاص فينا. يعني مثلا العوامل الخطر على مستوى العالم الخمول البدني، إذا حط برامج خاصة بالنشاط الحركي. الوزن الزائد ما شاء الله، يعني عندنا هيئة الصحة والمنظمات الصحة الأخرى اللي موجودة في دولة الإمارات وايد مهتمين برامج الغذائية، موفرين ناس متخصصين واستشاريين تغذويين ذو كفاءة عالية لتوجيه المجتمع، لتوجيه الفئة المحتاجة للتدخل الطارئ أو كمحافظة على الصحة والوقاية. عندك من عوامل الخطر اللي نشرتها كذلك الملح، استهلاك الملح. فدولة الإمارات كذلك حطت استراتيجية لحد من زيادة استهلاك الملح، لأن الملح إحنا لازم ما نستهلكه أكثر من 3 جرام اللي هي ملعقة ونص من الملح. فنحاول ندخل برامج نقلل من كمية مثلا التوعية في تقليل استهلاك المواد المعلبة اللي كلها دهون وكلها ملح. زين أقرالك مسج هني عفرة يقول، نعم تفضل. يقول والله لو يرفعون الأسعار ويسوون ضرائب دبل نحن نحب ندفع. يقول لك سأليني، هذا واحد من مشاريب الطاقة كان بريالين وصار ب4.5، بعدنا يشتري. بس يقول آخر شيء يقول بس جد يبالنا نغير نظامنا الغذائي. لازم الإنسان في النهاية مسؤول عن صحته. صح. كل إنسان يعرف الحمد لله مستوى التثقيف والتعليم عالي. نعم. في دولة الإمارات، لكن القناعة تضل عند الشخص هو. صح. يختار صحته. هل هو يبغي يعزز صحته، يعزز نظامه، يعدل في نظام الغذاء، أو يبغي مثل ما هو يعني المود ماله أو نوعيات الأكل اللي هو يبغيها حسب مزاجه. صح. وهذا يعتمد على الأشخاص. عندنا كذلك من الاستراتيجي اللي هم ركزوا على تناول الفواكه والخضار، وفي عندنا برامج الأطفال في المدارس يقدمون لهم الفواكه ويشجعونهم على تناول الخضروات خصوصا مع هاي الفئة الصغيرة عشان يكون عندهم. نعم. اللي احنا نسميه اللي هو الفود هابت، اللي هو يكون نمطك الغذائي، لأن الطفل إذا عودت من صغير يأكل خضار وفواكه خلاص بيشبع عليه. هني إنه يتعود يأكل خضار وفواكه. على على طاري المدرسة يقول يرجى التنسيق مع وزارة التربية لتزويد حصص الرياضة بالمدارس، ونطالب أن تكون الحصة يوميا. أم خالد تقول هالكلام رد عليها واحد يقول حصص الرياضة في الجو هذا ما ينفع للصغرية ولو كان المكان مسكر. هذا قبل شهر ياهل توفى بسبب ضربة شمس. يعني أنا إن شاء الله إن شاء الله نشجع على ممارسة، بس هم محتاجين عوامل معينة لتكييف. نعم. الوضع للطلاب في المدارس. نعم. يعني مثلا محتاجين حمامات يأخذون شاور بعد الاستحمام. صح. نعطيهم وقت. صح. برامج معينة في أوزان كبيرة ما يرمون يمارسون الرياضة مع الأوزان الأقل. صح. نوع الرياضة اللي هم يحبون التنوع. مسألة تكون منظمة عفرة. المسألة تكون منظمة. ناخذ عمار إذا تسمحي لنا. عمار صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. تفضل يا سيدي. تفضل يا عمار. بارك الله فيك. بس لا بالنسبة أنت تحكي على موضوع المشروبات الطاقة أظن. نحن نتكلم عن تغذية النظم الغذائية الصحية بشكل عام وأهميتها للفرد والمؤسسات. تفضل سؤالك. طيب زين، أنا بس عندي سؤال الله يسلمك وسلم بنفس الموضوع. نعم. بالنسبة للعلب الألاني البلاستيكية هي تمام، هل ينصح باستخدامها إنه لشرب المي؟ أوكي. لأنه من فترة أنا عبارة عن النت بيقول لك إنه البلاستيك بالذات بيسبب السرطان، يعني الله يشفي الجميع. تمام. إنك حتى لو بدك تستخدمه للمي مثلا. أوكي، هذا هو السؤال فقط. إيه بس هذا السؤال. شكرا لك يا عمار، تسمع الإجابة. أنا بالنسبة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية اللي يحطون فيها المواد الغذائية، هي أكثر تخصصية لبلدية دبي. نعم. بس أنا عندي فكرة أن في أرقام لإعادة الريسايكل لهذه الأشياء. فهم المتخصصين والجهة المعنية في ذلك، فأنا ما بقدر أدعي. إنزين، يعني بشكل عام أنا أنت ما بتجاوبين، أنا بعطيك رأيي. عمار أنا رأيي دكتورة، إذا بتشرب ماي بارد ما عندك مشكلة،
لكن اذا بتحط فيه شاي ولا شيء وكذا، انا ما اميل الى البلاستيك، اميل الى المواد الاخرى اللي الواحد ممكن يستخدم فيها يعني المشروبات الحارة. ما ادري انت شو رايك، ولا ما تبغي تقول رايك بعد؟ هو الافضل انه ما نسوي احنا ريوز لاي شيء، يعني اعاده استخدام لاكثر من مره، بس هو التخصصيه اكثر ما شاء الله عليهم بلديه دبي داخلين في هالموضوع بشكل قوي وبدراسات قويه، يعني بنحاول نتواصل معهم. يبالنا حتى في الدوام رياضه، تخيل ياس على المكتب من 7:30 ل 4:30، جدا متعب. في بعض الرياضات الواحد ممكن يسويها حتى وهو قاعد في المكتب دكتوره، ما احنا ما نقدر نشرح لكم اياها لان احنا في الاذاعه لازم في التلفزيون، او حتى نحن بين فتره وفتره نحطها عبر حسابنا في حسابات التواصل الاجتماعي DHA_Dubai. دكتوره عندي تقريبا 3 دقائق، اخاف محور من المحاور انا ما تطرقت له، ولا تبغين تضيفين على الموضوع شيء؟ تفضلي. بعض الريكومنديشن او التوصيات الخاصه بس اساس ان الواحد بس ياخذ فيها مثل الضوء عليها بحيث انه يراعي فيها اكله. طيب يعني مثل الاشياء اللي سلطوا عليها الضوء واللي هي اصلا مرتبطه بمشاكل حاليه او منتشره في دوله الامارات، منها الملح. احنا عندنا نسبه عاليه من الاصابات بامراض القلب والاوعيه الدمويه، عشان شيء الملح لازم نقلله. التوصيات هي 3000 ملي جرام، يعني بما يعادل ملعقة ونص ملح، لأن شافوا الدراسات أنها تقلل نسبة الوفيات والسكتات الدماغية إلى 22%. أنت تصور تأخذ بس خاشوقة ونص يوميا، تعود تأهل نفسك خاشوقة ونص صغيرة ملح خلال اليوم، فأنت 22% أنت تقوم يكال يعني بروتكتور، تحمي نفسك من مشاكل الوفية، من مشاكل السكتات الدماغية. وإذا خذيت 16 خذيت 200 ملي جرام، 200 يعني ملعقة واحدة من السكر من الملح خلال اليوم، هاي توصيات صارت لأعمار فوق 16 سنة، فإحنا نروم نحمي 16% من الوفيات عن طريق تقليل كمية بس الملح من ملعقة صغيرة، ملعقة طعام. نعم. ملعقة ونص إلى ملعقة طعام، شوف النسبة اللي نقللها من الوفيات. صح. شاكرين لك يا نقللها. شكرا لك يا عفرة. نحن كنت اتمنى تكوني معنا في الاستوديو، لكن اعرف معظم الدكاترة المشكلة مرتبطين بمواعيد مع المرضى مع كذا، فنحاول قدر الامكان ان كذلك نستفيد من وجودكم. الاخت عفرة بن كتا اخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، كانت تكلمنا عن تعزيز النظم الغذائية الصحية واهميتها للفرد والمؤسسات. شكرا لك. شكرا يا عفرة. طيب ميرا، هني عندي رسالة يقول شيء غريب عندكم، يوم يطلب المتصل منكم تناقشون موضوع إن شاء الله ما نناقش، يوم أنا أطلب من اتصل فيك خلكم منصفين مع الجميع. هذا ما أدري إذا هو نفس اللي كان عنده مشكلة مع التأمين الصحي ولا واحد ثاني. زين الحين نحن ياسين نتصل فيك وتليفونك مغلق، ما أدري إذا تسمعنا. إنزين إن شاء الله اللي تأمر به نحن حاضرين، البرنامج لكم نحن، يعني مو قضية تفرقة بين حد ولا حد. يا أخي التمس لي العذر أحيانا، والله يمكن يعدي علينا مسج ما شفناه، ردوا ذكرونا مرة ثانية، عندكم الرقم اتصلوا في ميرا بترد عليكم. ميرا ما شاء الله عليها يعني على المسجات وعلى التليفون، وتحاول تاخذ كل الأرقام وكل الملاحظات، فجزاكم الله خير. سامحونا على القصور إذا كنا مقصرين، وأيضا تقبلونا ب يعني صدر رحب. نحاول قدر الإمكان والله إن نتابع كل المسائل اللي توصل لنا ونعطيها أولوية في الاهتمام، فجزاكم الله خير. سامحونا على التقصير إذا كان هنالك تقصير، وسبحان الله بني آدم يعني دائما مقصر. ما أدري بس نحن ما شفت المسج يعني قبل، ما أدري هل هو هذا المسج لنا ولا لغيرنا. بعد أحيان ترى تدخل مسجات البث المباشر عندنا في البرنامج. أي ها يعني يوم أنا تكلمت مع الدكتورة أن أي يمكن هي ما أدري، هذاك كان على الانستغرام هني كتب، ما يمكن هو نفسه، سبحان الله. إذا عساكم على القوة ويعطيكم العافية، شكرا على المعلومات القيمة، منصفين مع الجميع، شكرا، جزاكم الله خير على كل جهودكم، شكرا جزيلا. عموما يعني هذه حلقتنا اليوم، سامحونا
نشوفكم إن شاء الله باكر، عندنا مواضيع قادمة باكر، عندنا موضوع بنتكلم عن بعض الخدمات الذكية إن شاء الله في هاي الصحة بدبي، حيوم يسوي لك تي ناصر يعني الله يخليك سكر إن شاء الله. شكرا لك ميرا الخفلي كانت معنا في التنسيق، كل الشكر للزميل حسن البلاونة في الإعداد، الشكر الأكبر لناصر السليمي مخرجنا المبدع، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.